منظمة مكة للصحة الاجتماعية تنظم بالنواكشوط ندوة تحت عنوان مشروع المرأة وتمكين الشباب في موريتانيا. ونظمت الندوة من أجل تقديم جوائز للفائزين بمشاريع اقتصادية كانت الجمعية قد أعلنت عنها. رئيس الجمعية شدد على أهمية إشراك المرأة في الأعمال الاجتماعية والمشاريع وطالب الوزارة الوصية بإيلاء اهتمام بها. لأن في العبر قلت بما دامت معنا المدير الجهوية لوزارة العمل الاجتماعي وطبيعة الأسرة معنا على هنا في الدولة وهنا في الوزارة وهنا في المرأة ومتوى الحمد لله النساء تكون مشاريع الحمد لله موجودة على أرض الواقع ومشاريع منتجة وعدلت بالتعب والجهد بالتالي معنا نفهم أعضاء وراجعين إن شاء الله لأن المديرة ولا الوزارة تولي لك اهتمام كبير إن شاء الله وتلا بالأيام القادمة نحن بدورها. شكرت المديرة الجهوية لوزارة العمل الاجتماعي الجهود التي يبذلها القائمون على الجمعية في إطار تمكين المرأة، كما شددت على ضرورة التعليم للنهوض بالمجتمع. لا نغير رؤوسنا، لا شك إن هذا يحمد ويشكر، لأن عندنا إخوة حريصين على الرفع من مستوانا وأنهم يساعدوكم على النهوض والرفع من مستواكم المعيشي والرفع من مستواكم المعرفي، وهذا هو اللي قالوا أولا التعليم هو الرافعة الأساسية لأي تنمية ولأي شعب يطمح لأنه ينمو وأنه يتقدم لابد أنه ينطلق من قاعدة العلم، ولا يقول حد أنا كبرت عن التعلم، ما فينا حد يكبر عن التعلم. وشهدت نهاية الندوة توزيع جوائز على أصحاب المشاريع الفائزة والتي ترعاها الجمعية.